عاوز أرجع لسفر التكوين لما ذكرت عن إبراهيم شرعت أن أكلم المولى، لكن واحد من التعبيرات لما الله تكلم بقول أخفي عن عبد إبراهيم ما أنا فاعله، فعم بشارك إبراهيم في الشيء اللي راح يصير، لأنه لوط أوردي موجود في سدوم وعمورة، والله خلص أمر بالقضاء على المدن السهل ما يسميه الكتاب المقدس، وعم بعطي فكره عم بشرح لإبراهيم. فإبراهيم قال عبارة: أديان كل الأرض ألا يصنع عدلا؟ تمام، شو رأيك؟ ديان كل الأرض، هذا اسم من أسماء الله. نعم، فالله هو المولى، الله هو ديان كل الأرض، وبكل تأكيد كان إبراهيم يكلم هذا الزائر ويدرك أنه هو ديان كل الأرض وهو أيضا المولى. نعم، الله هو ديان كل الأرض، ونفهم من باقي أجزاء العهد الجديد أن المسيح هو الذي سيدين، ومن مثلا يوحنا 5، لأن كل الدينونة أعطيت للابن، للابن. فهذه براهين متزايدة ومتدرجة عن هوية المسيح الذي سيأتي في ملء الزمان.